ايه الدور اللي المفترض يقوم بيه القطاع الخاص عشان يتعاون مع الحكومة، هقول حتى لو للإبلاغ عن هذه الشركات؟ انا ببلغ، انا شخصيا ببلغ، انا زي ما قلت لحضرتك المناديب بتوعي بينزلوا السوق وبيشوفوا منتجات وبيجمعوا هذه المنتجات من كل انحاء الجمهوريه وبتيجي هنا عندي وفي الاداره القانونيه، واحنا بناخد اجراءاتنا. يعني اي ولما حد بتبلغ بيحصل ايه؟ والله يعني انا شايفاني انا بضحك، لانه للاسف دايما بيجي لنا رد، لا والله العلامه مش مشابهه، لا ده الالوان مختلفه، لا ده مش ده عارف ايه، بيعتبروا انه بلاغ شخصي يعني بيعتبروا يعني دايما بياخدوا الموضوع شويه ما بياخدوش بصفه جديه الحقيقه. طيب بصراحه، هل الحكومه يعني عامله نفسها مش شايفه هذه المصانع؟ لان المصانع الرسميه اللي موجوده في الدوله، الأسعار اللي بتبيع بيها للمواطن أو حجم إنتاجها لا يتناسب مع 100 مليون مواطن، وبالتالي أنا النهاردة لازم يعني مركزش قوي مع هذه المصانع علشان الأزمة اللي موجودة، زي بالظبط كده ما مشكلة إن ما عندناش مواصلات جيدة، فالحكومة بتعمل نفسها مش شايفة شوية موضوع التوك توك مثلا. قصة تانية. لا ما أعتقدش، إن زي ما قلت لحضرتك أنا ما أعتقدش إن هم على شاشة رادار الحكومة، الشركات دي كلها شركات صغيرة جدا جدا جدا، يعني لا تؤثر في الاقتصاد، ولكن لما تجمعيهم على بعض هم ليهم تأثير فعلا. يعني معالي دولة رئيس الوزراء قال يعني رقم حاولتوا خضنا كلنا، كدور اجتماعي من المجلس او اتحاد الصناعات ان يكون في حصر لهذه الشركات؟ عندنا ما عندناش حصر فعلي، لان ما تقدريش تحصريهم، لان حتى لو ما بيتقفل الورشة دي نقدر نقول بتتفتح تاني يوم في حتة تانية في الشارع اللي وراها، فما فيش حصر ليهم، محدش بس هل يقدر ده يحصرهم. معناه